وأكيد نحن مكملين فقرتنا، وفي فقرة دقيقة يا شباب حنتابع اليوم، ومعنا معلومة رياضية من الكابتن رغد ناصر. خلونا نشوف ايش قالت في هذه المعلومة. خمسين مليون من الأشخاص يشتركوا في الجيم ولا يجوا تاني مرة، إيش الأسباب اللي بتخلي هذه النسبة الكبيرة من الناس يشتركوا ولا يجوا؟ ثلاثة أسباب: عدم توفر البيئة المناسبة، ما في أحد معاهم مثل من أصحابهم يحمسهم يلا نروح جيم يلا نروح جيم. سبب رقم اثنين: يحطوا أحلام مستحيلة، سكس باكس في شهر ما حتصير، أدوا الموضوع وقت. سبب رقم ثلاثة: غير إنه هذا ما بيعرفوا إيش يعملوا، ما بيجيبوا مثلا مدرب شخصي، ما بيتعلموا اي شيء، بيجوا يحسوا نفسهم ضايعين فبيسحبوا. لا تحبطوا، ادوا الموضوع وقت، اتعلموا وحتقدروا تلتزموا على جنب. شكرا لك كابتن رغد ناصر على هذه المعلومة. عشان كذا حابة أقول لك اليوم وفي حلقتنا تحديدا، أخذت الموضوع من بدايته وما رضيت أسجل أبدا في النادي، لأني أنا واحدة من المليون يمكن اللي يسجلوا في النوادي الرياضية وبالنهاية ما يلاقوا وقت وما يروحوا. أكيد البيئة المناسبة تكون سبب رئيسي في هذا الموضوع. نحن أكيد مشاهدين مكملين معاكم، فاصل قصير وراجعين.